تتكلم في بطء لجنه التعاقدات يقول لك احنا واخدين كل البطولات، تتكلم في مجلس الاداره اللي بياخد قراراته عكسها يقول لك معلش احنا بناخد كل البطولات، تتكلم في اللي بيحصل في عبس في بركات الاهلي يقول لك معلش اصل احنا بناخد كل البطولات، اكتشفنا بعد ما فوتنا يحيى عطيه الله وقطعنا معاه فتره في المفاوضات ان معلش السن كبير واصل احنا مش عايزين باك سنه كبير، ولما كولر يقفش ايه ده يحيى عطيه الله طلع حلو وبيسمسم اهو، اكتشفنا ان احنا معلش محتاجين مدافع اجنبي بعد فشلنا في التعاقد مع زين الدين بالعيد، الراجل كان طالب مننا زين الدين بالعيد واحنا ما عرفناش نخلصه، فدلوقتي قررنا ان احنا نخلص اشرف داري، طيب مبروك. قعدنا نفاوض محمد علي برمضان فتره وفي الاخر اكتشفنا قال ايه؟ ان معلش اصل احنا ما عندناش مكان للاجانب، بس معلش في لعيب جددت له من ورا المدير الفني والمدير الفني مش عايزه، وسربت للاعلام ان المدير الفني عايزه وهو مش عايزه عشان خاطر المدير الفني اللي يلبسها، وفي الاخر يتقلص للمدير الفني هو اللي سيء، واصل هو اللي جاب مودست، بينسوا الناس هو جاب مودست ليه؟ مش بعد هم ما فشلوا في التعاقد مع كل الفراوده، لا ده عشان المدير الفني كخ وعينه وحشه وهو اللي جاب مودست. مش ده المهم، المهم ان بيرسي تاو اتجدد له، وبيرسي تاو اتجدد له من ورا المدير الفني، ويقول لك اصل المدير الفني هو اللي جدد تاو، مع ان المدير الفني اصلا بيقعد تاو لرضا سليم ولطاهر محمد طاهر، فازاي يكون هو اللي مجدد لتاو؟ وفي الاخر يقول لك معلش اصل موضوع محمد علي برمضان هيبوظ عشان خاطر بيرسي تاو. القصه مش قصه محمد علي برمضان، القصه قصه ان انتوا بتعكوا وبيطلع لكم ناس يطبلوا لكم وبيطلع لكم ناس يقول لك اداره الاهلي اداره الاهلي سكاوتنج مش عارف ايه، محسين ان انتوا عاملين نظام ومحسين ان انتوا عاملين اداره بجد، وهو الموضوع كله عباره عن وان مان شو كابتن محمود الخطيب، غير كده بطيخ غير كده بلح. كابتن محمود الخطيب يرجع يقعد مع مارسيل كولر، كولر يقول له عايز يحيى عطيه الله، يكلمهم خلصوا يحيى عطيه الله، اصل احنا كنا مخلصين لاعب تاني واحنا كنا عايزين نجبر كولر عليه عافيه عافيه عشان احنا بنفهم اكتر منه، الوحيد اللي فيه الرمق واللي فيه الامل ان هو يخلي الاهلي كويس والوحيد اللي فيه الامل واللي يستحق دعم جمهور الاهلي هو مارسيل كولر، غير كده كل اللي بيحصل ده عك وكل اللي بيحصل ده قرف، كولر مش عايز يلبس عمر فرج عشان لعيب شايف انه سيء، انت فاشل مش عارف تمشي تاو دي بتاعتك، انت اللي جددت التاو من وراء دي بتاعتك، وانت اللي جبت كندوسي بناء على اختيار لجنه التخطيط دي بتاعتك مش بتاعته هو، المدير الفني ما كانش عايز بيرسي تاو، انت خفت قلت ايه ده؟ طب ما هو تاو ممكن يتألق في كاس الامم الافريقيه، فاحنا هنخسر تاو وهيمشي فري، البسه بقى يا حبيب، البس بقى مش انت عامل لي فيها بورم وعامل لي فيها عبقري وخايف على تاو يمشي فري؟ لبسه بقى دلوقتي وادفع له مليون دولار، معلش اصل احنا مش عايزين نكشف للناس ان احنا ما عندناش لجنه تخطيط وان احنا كنا بنعك. طب ما قاعدين نقول لكم كده بقالنا سنين، قاعدين نقول لكم لجنه التخطيط دي هتودينا في داهيه، لجنه التخطيط دي اللي ما رضتش تجيب سفيان رحيمي رغم ان هو كان فري وفي الاخر لبستها في موسيماني، وفي الاخر مشيت لجنه التخطيط بعد ما اكتشفت ان انت هتشيل قبه، بعد ما اكتشفت ان انت هتلبس قبه، وفي الاخر معلش اصل هم اللي اعتذروا على الاستكمال. يلا مش مهم صفقة بوس، المهم ان انتوا بتكذبوا وبتستخفوا بعقل جمهور الاهلي، ولسه بتكذبوا وبتستخفوا بعقلهم عادي، عادي جدا.